أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين حرص المنطقة على جذب العديد من الاستثمارات الكورية الجنوبية. خلال لقاء وفد جمعية التنمية المصرية الكورية الجنوبية، قال جمال الدين إن هذا التعاون يمهد لمزيد من الشراكة في القطاعات المستهدفة من قبل الهيئة، التي ستسمح للاستثمارات الكورية الجنوبية بالوصول إلى السوق المحلية وإلى الأسواق الإفريقية. أكدت وزيرة التعاون الدولي على أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم ومقرها القاهرة يعد تجسيداً للعمل العربي المشترك ويعزز من حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية. يأتي ذلك على خلفية استضافة مصر لاجتماعات المؤسسات المالية العربية والدورة 59 لاجتماعات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والعاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من سلسلة وجهات عالمية يناقش العدد الجديد موضوع أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي. يذكر أن نسبة المواطنين المشمولين ماليا 16 سنة فأكثر في مصر ارتفعت إلى 70.7% في نهاية العام الماضي مقارنة ب 64.8% في نهاية العام 2022. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلتين في الولايات المتحدة وفي بريطانيا، وذلك بعد أسبوع خيم عليه تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم المستمر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 93% إلى 82 دولار و36 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.1% لتسجل 78 دولار للبرميل. في المقابل ارتفعت الأسعار أسعار المازوت عالميا بنسبة 84% لتصل إلى 2.45 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.19% لتسجل 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة المالية الأوكرانية بدء مفاوضات بين كييف وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد والممدد، وأضافت المالية الأوكرانية في بيان لها أن الهدف من المهمة هو مناقشة تطبيق أوكرانيا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.